صباح الهنا والرزق والسعاده كل حاجه حلوه على حضراتكم. حلقه جديده وبدايه الاسبوع 10 الصبح في الاهلي، يا رب بدايه خير، لان احنا خلاص كده بنبتدي نستأنف ونبتدي نستعد علشان الموسم الجديد، وان شاء الله هيكون موسم، هننسى بقى كلمه استثنائي وهنقول موسم قوي باذن الله وفي تنافسيه عاليه، ده اللي احنا في الاول وفي الاخر اكيد بنتمناه لصالح الكره المصريه. صباح الفل يا كريم. صباح الفل عليك يا نهاوند، وصباح الفل على مشاهدينا في كل مكان في العالم، اهلا بيكم جميعا. وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، كالعاده هنعرفكم من خلالها ان شاء الله كل ما هو جديد، كل المستجدات في النادي الاهلي بفرقه المختلفه وفروعه المختلفه. هنتكلم معاكم اكيد عن الرياضات المحليه، وخصوصا ان في انجازات حلوه احنا تقريبا كل يوم والتاني بنتكلم مع حضراتكم وبنفند لكم كده نجاح ما وانتصار ما بيحققوه ولادنا وبناتنا المصريين والمصريات في رياضات مختلفه. اكيد هنتكلم في كل الكلام ده، وخصوصا كمان في الفقره الحواريه الاولى في الجزء الثاني من حلقتنا. عندنا كالعاده فقرتين حواريتين، الاولى هينورنا فيها الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي، وبرضه حوار مطول حول المستجدات وحول ما هو قادم ان شاء الله فيما يخص النادي الاهلي، وطبعا اكيد الكلام لن يخلو من حديثنا حول المنتخب المصري. وتاني فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده هتكون معنا هوند، وهينورها ان شاء الله في هذه الفقره الدكتور علاء الدين احمد، وهو اخصائي التغذيه العلاجيه، واكيد برضه هيتكلموا في موضوع يهم كثير من حضراتكم. حلو جدا، نبدا بقى اول اخبارنا ونبدا مع حضراتكم، لان زي ما احنا كنا بنتكلم شهر اكتوبر خلاص بدا، واكيد هندخل في اجنده بقى الاهلي وتحديات فريق الكره عندنا خلال شهر اكتوبر كله. خلينا نستعرضه مع حضراتكم، لان من اكتر يعني من تحدي الحقيقه بيواجهنا او منتظرنا زي ما بيتقال. هنبدا مع اول هذه المواجهات وفريق الاتحاد المنستيري التونسي، اللي بقالنا اسبوع تقريبا بنتكلم عن هذه المباراه، طبعا في دور ال 32 لدور ابطال افريقيا، وقلنا كتير عن الاتحاد المنستيري، قلنا برضو مباراة لن تكون بالسهلة، لن تكون بالبسيطة، هيبقى فيها تشالنج كبير، هيبقى فيها تنافسية كبيرة جدا، لأن تاني يعني هذا الفريق هو التاني تاني الدوري التونسي خلف طبعا الترجي، وكان متألق جدا في الموسم اللي فات، مش بس ان هو أخذ التاني، ممكن يحصل ان انت تاخد رانكينج معين لكن ما تبقاش قوي. هو فعلا أثبت في الدوري اللي فات أو الموسم اللي فات التونسي ان هو كان يعني على قدر كبير جدا من التغيير كمان ومن التقدم ومن التطور في الكرة بتاعته، فأكيد هتبقى مباراة قوية. الذهاب هتكون في تونس إن شاء الله يوم الأحد الجاي 9 أكتوبر تحديدا، هتبقى الساعة 4 كمان بتوقيت القاهرة الناس اللي بتسأل، ومباراة الإياب هتقام يوم الجمعة هتكون 14 أكتوبر في ملعب الأهلي طبعا والسلام، وهيكون لينا أكيد متابعة كبيرة جدا يعني كل شوية مع اقتراب موعد المباراة اللي بنسميها ضربة البداية. وضربة البداية كريم دايما بيبقى ليها تأثير، يعني الواحد كده في أولى خطواته لما بينجح بيقول الحمد لله اللي جاي هيبقى حلو، بتبتدي أن أنت تتفائل، بتبقى بداية بتديك تشجيع، بتديك حماس، بتدينا طمأنينة كمان جماهير، فإحنا نتمنى تبقى ضربة بداية موفقة يا رب. دي النقطة اللي هتفرق جدا في نفسيتنا كمان يا كريم أو في اللي جاي بإذن الله. بطبيعة الحال لان احنا يعني خلاص احنا ما عندناش بقى اي مساحه غير لاستقبال انتصارات، يعني نكتفي بهذا القدر من التعثرات. رفاهيه التعادل حتى حلو قوي لغايه كده، نرجع بقى كما كنت وكما تعودنا من النادي الاهلي ان شاء الله. طيب الكلام اللي نهاوند بتكلم حضراتكم فيه ده فيما يخص اول المنافسات في دوري ابطال افريقيا اللي هيبتدي زي ما كنا بنقول من شويه في شهر اكتوبر. طيب ايه تاني، ايه الموجود كمان في اجنده اكتوبر؟ احنا عندنا مواجهه في منتهى الاهميه على كاس السوبر المصري اكيد امام فريق الزمالك، في طبعا لقاء ستجرى فعالياته في ابو ظبي، هيكون يوم الجمعه الموافق 28 من اكتوبر ان شاء الله تحديدا الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره، واكيد كل جماهير النادي الاهلي حط امال عريضه وكبيره جدا على الفوز بهذه المباراه عشان نبتدي بقى الموسم الجديد بدايه حلوه، بدايه جديده ببطوله جديده. كمان عايزين نفكر حضراتكم انه ان شاء الله في شهر اكتوبر هتنطلق بطوله الدوري المصري الموسم الجديد يوم 16 اكتوبر الجاري، لكن طبعا لسه مواعيد الماتشات لم تعلن حتى هذه اللحظه، وان شاء الله هتعلن عنها مع اعلان القرعه اللي هتكون في بدايه الاسبوع المقبل، وطبعا كل تمنياتنا بكل التوفيق. كلام محترم جدا. بص بقى اللي جاي ده عجبني قوي لما تابعته كده، والتصريح بتاع يعني كولر هو كان بيتكلم بمناسبه طبعا استعدادات الاهلي، مارسيل كولر امبارح هو كشف عن فكره هنا استغلاله للاجازه اللي حصل عليها الفريق في دراسه بقى هنا فريق الاتحاد المنستيري طبعا اللي احنا هنواجهه. هو نشر كتب كده على الفيسبوك عنده يا كريم، هو حط صوره ليه وهو بيشاهد احدى مباريات يعني الاتحاد المنستيري، وقال كده يوم اجازه للفريق لكن ليس للمدير الفني،
أعمل على التحضير للمباراة وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. هي طبعا على سبيل أن هو بيوري الناس هو بيعمل إيه، على سبيل أن هو بيهزر مع الصحافة، بيهزر عايز يعني يعمل برضو سين حلو. بس عجبني فكرة هنا أن طبعا الأجازة أو التوقف أو غيره وغيره ده بيكون مش للمدير الفني أبدا، خصوصا لما أنت بتبقى جاي كمدير فني كمان جديد طبعاً. لسه بتدرس ولسه بتشوف ولسه بتتعرف على الفريق ولسه بتحاول تفهم كمان الفريق المنافس. ويمكن بالمناسبة كمان اللي كان بيبقى حريص قوي على أنه هو يوري للجماهير قصة أنه بيدرس الفرق المنافسة كان لو أنت فاكر موسيماني. موسيماني كان دايما بيبقى حريص أنه هو برضو يعرض للجماهير إزاي بيذاكر الفرق المنافسة، كان دايما بيتكلم عن الفرق المنافسة وأنه هو بيدرس التاكتكس بتاعتها وبيتكلم عن يعني جمل فنية كده خاصة وبيتكلم دايما عن المنافس أكتر ما بيتكلم عن فريقه. يعني ده يعني بيأكد لك قد إيه الراجل ده بيبقى مذاكر الخصم بتاعه، ده مهم جدا. وفكرة إن كولر لسه جديد برضو على المنطقة عندنا فيعني حلوة، بس يعني عجبتني امبارح. بصي الألطف بقى من إن احنا نشوف المدراء الفنيين وهم قاعدين بيذاكروا، احنا عايزين نشوف النتيجة النهائية على أرض واحدة الملعب. واحدة بقى يا كريم جاي. أيوة. بس طبعا احنا بص انت بتتكلم في نقطة على فكرة لك كامل الأحقية انك تتحدث فيها او تتكلم بشأنها، يعني لأن ده حالنا كلنا. تاني احنا مش عايزين نبدا ان احنا نضغط على الفرقه ونقول بصوا بقى احنا اللي جاي ده بتاعنا، يعني هو اللي جاي بتاعنا احنا عارفين، بس برضو احنا ايه اكيد عايزين نفرح، اكيد عايزين نعوض اللي راح، اكيد فاهمين ان دي كانت كبوه وهتعدي، واكيد الاهلي معود انه يقف على رجليه مره تانية. كل ده احنا عارفينه، بس خلينا برضو ما نحاولش، انا بقول نصيحه او بقول رساله وبقولها لنفسي قبل حضراتكم، ما نضغطش برضو على الفريق وعلى المدير الفني من دلوقتي، ان دي نقطه مهمه جدا. يعني اكيد هم كل الكلام ده هو وصل لهم يا كريم، اكيد الفرقه عارفه بالمدير الفني الجديد بكل النظام والمجلس وكل الناس عارفه ان احنا خلاص كجماهير يعني منتظرين الكتير جدا ان هم يعوضونا، لكن برضو فكره ان هو نضغط الضغط ده مش حلو. نديهم مساحتهم، ندي ثقه ونشوف ربنا ان شاء الله يجيب كل اللي جاي حلو لصالح الاهلي انه يستحق. عارف انت لما تبقى تستحق حاجه بتبقى يعني حقك جدا، وبتبقى في نفس الوقت مش حاجه جايه لك كده اللي هو من فراغ، لا انت تستحق ان انت ترجع تاني لمكانتك، لان هي دي المكانه الطبيعيه اللي احنا نعرفها يعني، ومن غير بقى خد في تفاصيل ولا ايه. لا طبعا. وبعدين فكره الشخص المسؤول عموما سواء كان لاعب او مدير فني، الشخص اللي حاسس بالمسؤوليه الملقاه على عاتقه كده كده هو مضغوط لوحده خلقه. بالظبط، برافو عليك. فنتمنى ان شاء الله نشوف فعلا الفتره الجايه ما يسر جماهير النادي الاهلي في كل مكان. طيب نروح بقى معاكم لملف تاني خالص ليه علاقه برضو بالانجازات اللي بتتحقق كل يوم والتاني، وكلها حاجات مشرفه لينا كمصريين والله وحتى كعرب، حاجه جميله جدا. نروح لانجاز جديد توجت ميار شريف لاعبه المنتخب الوطني للتنس بلقب بطوله بارما الايطاليه من فئه 250 نقطه اللي اقيمت في الفتره من 26 سبتمبر وحتى 1 اكتوبر. تغلبت ميار المصنفه رقم 74 عالميا على المصنفه رقم 7 عالميا اليونانيه ماريا سكاري في النهائي في لقاء قوي، يعني فازت من خلاله بمجموعتين بنتيجه 7-5 و6-3 في انجاز جديد وغير مسبوق بالمره. كانت ميار صعدت لنصف النهائي بعد فوزها على منافستها الامريكيه لورين ديفيد بمجموعتين دون رد بنتيجه 7-6 و6-3. طبعا حاجه تسعدنا جدا ومستنيين منها ومن غيرها ان شاء الله الفتره اللي جايه المزيد من النجاحات. وحلو ان احنا كل شويه بنشوف انجاز ما في رياضه مختلفه، مره سكواش، مره كره يد، مره تنس، مره سباحه، حلو اللي بيحصل ده. ده اكيد بياكد على وجود طفره، مش برضو يعني ظاهره جديد او حاصله على الارض جديد، لا هي بقى لها فتره طويله. واحنا عندنا يا كريم الابطال، بس ما كانش في دعم، ما كانش في القاء ضوء عليهم، يعني ما علينا مش ده دلوقتي اللي يهمنا، اللي يهمنا الصوره او المشهد اللي احنا اصبحنا عليه، وده اصبح يعني بشهادة الجميع شيء مشرف جدا، وبالذات كمان أبطالنا في الرياضات المختلفة مش فكرة هنا رياضة بعينها. بس بالنسبة على فكرة التنس، احنا يمكن التنس مش زي السكواش تماما، يعني لو قارنت ده بده لا 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 يعني فرق كبير جدا. يمكن ميار شريف من الاسماء القليله جدا اللي برزت، هنتكلم كمان كاسماء نسائيه، احنا ما عندناش كان بطلات تنس كتير خالص خالص، يعني سكواش طبعا احنا متالقين فيه واحنا رقم واحد عالميا زي ما حضراتكم عارفين، لكن ميار شريف حلو ان هي دخلت هذا او هذه الرياضه وقدرت ان هي توصل لاعلى المراتب فيها. يعني بنتكلم هنا كمان ده انا جايبه لحضراتكم انجازاتها كلها، يعني من الحاجات هي اول مصريه بتفوز على
فكرة هنا لعبة من العشر مصنفات الأوائل عالميا، فده إنجاز برضو كبير. هي برضو لعبة طبعا النادي الأهلي معيار شريف، حضراتكم عارفين، اللي توجد خلال العام الحالي برضو بلقب بطولة مربية الدولية، ودي برضو بطولة كبيرة جدا لا تقل أهمية. وهنا بطولة بارما طبعا الخامس في تاريخ اللعبة المصرية بتتوج بها، يعني حاجة محترمة جدا. طبعاً. قلنا قبل كده ألمانيا المفتوحة اللي كانت 2021، فلا اسم بيتعمل او زي ما بيتقال كده بيتكتب في تاريخ الرياضه المصريه، اعتقد شيء مشرف جدا، ونتمنى ليها كل التوفيق كمان. وعايز اقول لحضراتكم احتفلت كمان الصفحه الرسميه لرابطه محترفات التنس العالميه بهذا الانجاز، انجاز البطله المصريه ميار شريف بعد لما توجت بلقب بطوله بارما الايطاليه. وكتبت كده الصحيفة تحديدا، قالت ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تفوز بإحدى بطولات جولات اللاعبات المحترفات للتنس. جود لك إن شاء الله، وعايزين مزيد زي ما أنت قلت كريم من الأسماء كده اللي تلمع في رياضات مختلفة. طيب نروح بقى للنادي الأهلي. توج النادي الأهلي مؤخرا يا حضرات ببطولة الجمهورية للشباب والشابات تحت سن 20 سنة في ألعاب القوة، بعد ما نجح لعيبة النادي الأهلي في التتويج بالمراكز الأولى في العديد من المنافسات. في منافسات بطولة الجمهورية للشباب والشابات شارك ألعاب قوى النادي الأهلي ب 95 لاعب ولاعبة، بينما شارك 33 نادي ومركز شباب في هذه البطولة، وشارك كمان من الأندية الأخرى 695 لاعب و 489 لاعبة، وتمكن فريق الرجال من الحصول على 9 ميداليات ذهبية و 8 فضية و 11 ميدالية برونزية بإجمالي 28 ميدالية، رقم كبير ومحترم، بينما حصد فريق السيدات 10 ميداليات ذهبية و 7 فضة و 10 ميداليات برونزية بإجمالي 27 ميدالية. وشهدت هذه البطولة تحقيق رقم قياسي من جانب فريق الأهلي للتتابع المختلط 4 في 400 متر، حاجة جميلة جدا. بص هنا بقى عدد الميداليات وقارن ما بين الرجال والسيدات في اللي فات ولا في اللي جاي؟ في ده برضو. أوكي. في ده برضو. لا اللي جاي ده هنتكلم عن اللي فات فرق واحدة بس. ماشي. أيوة. بس برضو الرجال 28 والسيدات 27. بس عايز أقول لك على حاجة، حصد للذهبية كان أعلى. إحنا يعني هو مش احنا وانتوا، هي عامه يعني الرياضه المصريه. وبعدين طلبه بالكلام على الاهلي يبقى العمليه في بيتها في كل بيتها الاحوال. جدا. ايوه. لا بس فعلا مؤخرا لو انت تعترف بالنقطه دي الرياضه النسائيه متفوقه جدا. لا ده مش مستنيه يعني حتى في اولمبياد طوكيو، يعني احنا بنتكلم حتى اولمبياد طوكيو اللي فاتت يعني واضحه. ده شيء واضح. ففي طفره كبيره جدا في الرياضه النسائيه، هم اللي بيحصدوا لك او بيجلبوا الميداليات الذهبيه بعدد اكبر، البطولات بعدد اكبر. ده مش تميز او حاجه، بس ده شيء يفرحنا لان ده ما كانش موجود في سنوات سابقه ابدا ابدا، ما كانش فيه الثقافه دي. دلوقتي على الارض ده ان هو يكون حاصل، دلوقتي اصبح حتى الثقافه في البيوت مع الاهالي ان انا ابني على فكره لو بطل رياضي او بطله رياضيه ده شيء يزيد لي، مش فكره الدراسه والشهاده اللي بتتعلق اللي ما بنعملش فيها حاجه. معظم الناس يعني في الاخر ما بتشتغلش بشهادتها، فالثقافه ابتدت تتغير، كل واحد بيدخل المجال اللي هو بيحبه عشان يبدع فيه. لما بتحب حاجه بتبدع فيها، هي دي النقطه. خلينا نروح بعد كده لتفاصيل بقى اخرى وهي خاصه ببطوله العالم للرمايه طبعا للمسدس والبندقيه تحديدا اللي هيشارك فيها هنا برضو عدد كبير جدا من الدول، وبالتالي ده شيء برضو حلو في فكره السياحه الرياضيه. 88 دوله مصر هتستضيف هذه البطولة للمرة الأولى، وهتبدأ من 12 ولغاية 28 أكتوبر الجاري بإذن الله، هيبقى بميدان أو بميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية. وبدأت كمان الفرق المشاركة في البطولة أن هي توصل للقاهرة، ومصر كمان هتشهد خلال الفترة المقبلة مفروض استضافة اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية، وهتستعد لتنظيم عدد كبير جدا من البطولات الدولية إن شاء الله العام المقبل، ومنها كمان بطولة إفريقيا المؤهلة لباريس 2024. فكل التوفيق بإذن الله. بإذن الله. نروح بقى مع حضراتكم للاتحاد الرياضي للدراجون بوت، وطبعا دي رياضة أو لعبة صينية الأصل، كنا اتكلمنا عنها قبل كده وكنا عملنا عنها فقرة كمان في حلقة سابقة من البرنامج. امبارح عملوا يوم رياضي ترفيهي شمل العديد من الفعاليات، منها سباق للقوارب في النيل، وكمان حفل فني لأوركسترا النور والأمل للمكفوفين. تابعوا معنا من خلال التقرير ده التفاصيل اللي حصلت امبارح. تفضل. طبعا مهرجان الدراجون بوت اللي احنا عملناه بمناسبه طبعا مرور 73 عام على العيد الوطني الصيني، وطبعا
بالنسبة لهونج كونج برضه احتفالية بالنسبة لهونج كونج رجوعها للصين يعني الدولة الأم يعني. طبعا هي زي ما حضرتك دراجون بوت كلعبة هي أصلا صينية الأصل وانتشرت على مستوى العالم وبقى ليها اتحاد دولي بيضم 120 مليون لاعب وحوالي 80 دولة على مستوى العالم كله. في مصر الحمد لله في اتحاد المصري دراجون بوت وطبعا بيلعبوا طبعا احنا بنشارك كل الفئات اللي موجوده في مصر سواء حتى اللاجئين اللي ذوي الهمم الاولاد من وزاره التربيه والتعليم طبعا بشكرهم طبعا على طبعا مشاركتهم معانا. الاحتفال اللي اقيم للدراجون بوت هو رياضه اسيويه من افضل الرياضات التي يمارسها كثير من الاسيويين وهي مشجعه على تنميه القدرات لدى الشباب والكبار في السن والسيدات والرجال وكل الفئات تقدر انها تلعب هذه الرياضه. بصراحه هي لعبه قويه وعايزه قوه وعايزه تمرينات واحنا حبيناها جدا يعني هي رياضه جميله جدا ورياضه احلى ما فيها انها رياضه جماعيه. يعني اكتر من الرياضه الفرديه اللي بتخلي الواحد بيحس بالجماعيه بتخليني اشارك زمايلي اشارك يعني لازم القارب كمان يمشي بطريقه معينه. انا اتبسطت جدا والدراجون ده لما رحت فيه اول مره اتبسطت وكان حلو يعني بالنسبة لي. كان اليوم جميل جدا وطبعا قلنا عندنا المسابقات وثلاثة أيام والفريق الأول يعني حاولنا عشان نفوز لهم أكيد يعني قدروا السابق علينا يعني ودراجون بوت يعني ده الفريق المنظمة حلوة جدا يعني بيجيب تواطؤ لناس يعني ناس بيكون في الوايده وناس بيعرف مبات وبلموا الناس كلها يعني. طبعا لعبه دراجون بوت لعبه جامده جدا وقويه وحلوه ومش مرتبطه بسن على فكره جميع الاعمار يلعبوها واحنا طبعا النهارده جمعنا فرق كتير جدا من بلاد مختلفه وحاولنا نعمل مسابقات والحمد لله احنا عملنا مركز اول بفضل الله. طبعا هي عايزه قوه وبار عالي بس بتدريب طبعا كل حاجه بتيجي واحنا بنشكر الكابتن ايهاب جوده هو اللي دعانا للمسابقه النهارده وهو طبعا منظم للبطوله دي كلها. ودراجون بوت دي لعبه جميله ويعني مش محدده بسن خالص وبتقويكي انك تلعبي تمام والنهارده عملنا سباق والحمد لله جبت فيها مركز اول. ودراجون بوت دي لعبه جميله ومش منتشره كتير. بصراحه احنا كنا في المركز الثالث يعني احنا عملنا قدر ما يمكن بس احنا خلاص يعني كنا نفسنا اتقطع والفرقه كلها اصلا كانت جايبه اخرها ويعني انا كله كان بيلم من على وش الميه يعني احنا كنا خلاص بنجدف على الاخر وجبنا اكتر حاجه من طاقتنا فعشان كده احنا جبنا مركز ثالث. اللي عايزه اقوله عن القوارب التنين الدراجون بوت اسمها غريب اصلا زي ما حضراتكم كان في الخبر كريم بيتكلم ان هي ترجع جذورها للصين ولكن هي كمان بترجع اصلها ل 2000 سنه في جنوب الصين تحديدا وده مهرجان بيقام في الصين بالمناسبه وحصل قبل كده عندنا كذا مره وفكره هنا ان احنا يبقى عندنا حاجه زي كده او رياضه زي دي هي الاصل فيها كان مزج ما بين الثقافه الصينيه والمصريه فكره هنا السياحه الرياضيه فكل ده برده في الاول وفي الاخر وان كان بيتم كشكل حلو مثلا الرياضه بتتم حاجه فيها الى حد ما فولكلور جديد بتعرف عليه بيبقى في مزج ما بين الثقافه الصينيه عندنا واحنا عندهم فبرضه تالي بيبقى ليها حتى لو مش على سبيل الرياضه بيبقى ليها ايجابيه على الصعيد الاخر وهي الثقافه يعني اللي هي تبادل الثقافه فدي اعتقد برضه ليها نفع من هذا الجانب يعني. اوكي زي ما احنا متعودين احنا لازم بيكون معانا في بدايه الاسبوع كده مداخله عشان نقدر نتعرف على تفاصيل اكتر. دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتور منار صباح الخير على حضرتك. بونجور. صباح الخير عليكي استاذه نعوان واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. انا عايزه اسال سؤال بسيط جدا دلوقتي احنا في فصل الخريف وامبارح درجه الحراره تقريبا كانت 40 الصبح
فهل ده طبيعي؟ يعني او لا الموضوع بقى لا عليه علامه استفهام بصراحه. هو ايه اللي بيحصل؟ طبعا اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي 5 6 درجات. بالظبط الدرجات دي مش الطبيعي في فصل الخريف، لكن موجات ارتفاع في درجات الحراره وارد جدا تتكرر في فصل الخريف، خاصه في النص الاول من فصل الخريف، لانه بياخد بعض سمات فصل الصيف، يعني هو يعتبر امتداد لسمات فصل الصيف النص الاول من فصل الخريف. فوري كمان على مدار شهر 10 تتكرر موجات ارتفاع في درجات الحراره. بس هي استمرت معانا مدتها اكثر من اسبوع، فعشان كده احنا حاسين بيها بشكل كبير، وجد نسب الرطوبه في الجو خلتنا نحس كمان بدرجات حراره اعلى من القيم المسجله. يعني احنا بنسجل درجات حراره ما بين 36 و37، بنحسها لو تكن 39 او 40 بسبب وجود نسب الرطوبه. لكن الحمد لله النهارده هيكون اخر يوم في ارتفاع درجات الحراره. الاجواء اليوم هتكون شديده الحراره راتبه على اغلب المناطق الموجوده في القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري جنوب البلاد، السواحل الشماليه الاجواء بتكون عليها اجواء حاره راتبه. متوقع من غدا ان شاء الله تبدا درجات الحراره تنخفض تدريجيا، هنبدا نحس بالاجواء الخريفيه ان شاء الله من غدا الاثنين. درجات الحراره تنخفض بحوالي 3 ل4 درجات، ممكن كمان توصل الانخفاض ده ل5 درجات، لان غدا متوقع العظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه، مع يوم الاربع والخميس هتوصل ل31، كمان هنوصل ل30 درجه مئويه. فان شاء الله هنبدا نشعر بالاجواء الخريفيه بشكل كبير جدا غدا، اجواء خريفيه وجود سحب كمان، يعني سحب منخفضه ومتوسطه هتحجب جزء من اشعه الشمس، فتاثير الرطوبه واشعه الشمس هيقل كمان خلال الايام القادمه ان شاء الله. الاجواء بصفه عامه على اغلب مناطق الجمهوريه هتبقى اجواء خريفيه، نقدر نقول فترات النهار فيها يعني بعض الحراره، اجواء ما بين الحاره الى المائله للحراره فترات النهار. فترات الليل كمان هنبدا نشعر بالانخفاض في درجات الحراره، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر هنبدا نشعر ببعض البروده في الاوقات دي. حتى كمان احنا هيبقى دلوقتي محترمين في نوعيه الملابس بين فترات النهار وفترات الليل، خاصه مع بدايه المدارس والطلبه اللي بيروحوا المدارس في الصباح الباكر، فهنبدا نصطحب معانا قطعه ملابس اضافيه لو احنا بنرجع من شغلنا متاخر او بنخرج في الصباح الباكر، لان احنا هنحس ببعض البروده في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل. طب انا عندي سؤال، حضرتك قلتي ان شهر 10 في اكتوبر اللي احنا فيه ده هيشهد برضو ارتفاع الى حد ما في بعض الاحيان في درجات الحراره، يعني ده هيستمر معانا الجو ده، التقلبات دي او ارتفاع درجات الحراره هتستمر معانا شويه في بعض الايام، صح كده؟ وارد جدا تتكرر في ايام شهر 10. احنا الانخفاض الاول هيستمر معانا ان شاء الله لمنتصف الاسبوع القادم، فالاجواء الخريفيه مستمره معانا على الاقل لمنتصف الاسبوع القادم، لكن وارد تتكرر ارتفاعات درجات الحراره مره اخرى على مدار شهر 10 وكمان بدايه شهر 11. لكن لا بقى لا بجد لا حتى شهر 11 لكن هي معدل الدرجات حتى شهر 11 شهر 11 لا والله كده بقى اوفر. معدل الدرجات مش هيبقى بالشكل الكبير، لان متوسط درجات الحراره في شهر 10 بتكون يعني ما بين ال 30 وال 28 درجه مئويه، فحتى لما هترتفع مش هترتفع بالشكل الكبير اللي شفناه خلال الايام الماضيه. انا خايفه يجي علينا الكريسماس بعد كده ونبقى لابسين صيفي، يعني ما ده يبقى وارد جدا يبقى 25 على يناير الدنيا هتظبط ان شاء الله 25 يعني ديسمبر ويبقى لسه الجو حر، لا كده صعب والله. على كل حال موجات ارتفاع في درجات الحراره بتتكرر معانا بس تبقى اوقات معينه ما بتستمرش وقت طويل، وزي ما قلنا معدلات درجات الحراره او الارتفاع ما بيبقاش بالصوره دي. خير ان شاء الله دكتور منار، اشكرك جدا جدا على هذه التغطيه، شكرا ليك. مش مكتوب لنا نشاتي؟ لا ولا خلي بالك هنشتي مثلا نقول على اخر 11، ها هتيجي بقى شهر 3 خلاص الجو الشتاء خلص، ادي اللي خدناه من تغير. نعمل ايه احنا بقى؟ احنا نعمل ايه في الحاله دي؟ خلينا نروح فاصل. نعمل ايه؟ نروح فاصل بالظبط كده، ده اللي لازم يتعمل. عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا من كل حضراتكم مرة تانية. خلونا نروح دلوقتي على فرع النادي الأهلي بالجزيرة، حيث تتواجد الزميلة العزيزة سالة حامد اللي مشكورة هتعرفنا على آخر الأخبار وآخر المستجدات في فروع النادي الأهلي المختلفة وكمان فرقه المختلفة. صباح الفل عليك يا سالة، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ويمكن احنا معاكم النهارده يعني من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده خليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر، ويمكن قرر كمان النهارده يا كريم وهواند ان هو يدي راحه من التدريبات لجميع لاعبي النادي الاهلي
النهارده كمان يعني يمكن امبارح اداهم راحه من التدريبات والنهارده وبكره ان شاء الله هيرجعوا يستنفوا تدريباتهم من مره اخرى على ملعب المختار التتش، والتدريب هيكون في الفترة الصباحية الساعة 9 الصبح على ملعب المختار التتش. ويمكن كمان خليني أقول لكم أن التدريبات يعني هتكون بشكل كبير مستمرة لحد موعد مباراة الذهاب من الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، واللي هتكون أمام نادي الاتحاد المنستيري التونسي. يمكن يعني التدريبات هتبدأ مستمرة بدون راحة لحد موعد المباراة، يمكن كمان لحد موعد يعني اتجاه الفريق لتونس لخوض المباراة اللي إن شاء الله يعني هتقام في تونس يوم 9 اكتوبر من الشهر الجاري. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده المدير الفني الاسباني مستر أجاستي إبوش. ويمكن مستر أجاستي إبوش يعني النهارده هيكون ليه اخر تدريب هو وجميع لاعبي النادي الاهلي في القاهره على صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 8، عشان بعد كده يعني خلاص الفريق بكره هيتجه وبعثه النادي الاهلي هتتجه للكويت، وهيكونوا متواجدين في المطار الساعه 3 العصر عشان يوصلوا للكويت يعني ان شاء الله على بالليل يعني تقريبا الساعه 6. ويمكن كمان خليني اقول لكم انه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يعني قرر ان هو يكلف الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إن هو يكون رئيس بعثة الفريق فريق كرة السلة اللي هتتجه لتونس بكره ان شاء الله. يمكن دي كانت من ضمن قرارات مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب في الاجتماع اللي فات، انه كابتن او الاستاذ طارق قنديل يكون متواجد مع فريق كره السله وهم يعني متواجدين في الكويت من اجل المشاركه في البطوله العربيه في نسختها ال 34. ويمكن النادي الاهلي هو حامل اللقب وهيشارك في البطوله دي المره الثانيه على التوالي، وهو في المجموعه الثانيه مع ثلاث فرق. الفرق هي رياضي اللبناني وميناء اليمني والغرافه قطري. يمكن كمان خليني اقول لكم القايمه اللي يعني استقر عليها مستر أجاستي بوش واللي هتشارك ان شاء الله يعني في البطوله العربيه. البدايه هتكون مع سيف سمير وهو يعني القائد الجديد اللي هيكون مع فريق كره السله يعني للسنوات القادمه، طبعا بعد اعتزال الثنائي يعني الكباتن والاساطير كابتن مودي الجرحي وكابتن ابراهيم الجمال. يبقى كده يعني خلاص الفتره اللي جايه سيف سمير هو قائد الفريق في الفترة الحالية والفترة القادمة. كمان في القايمة هيكون في إيهاب أمين، محمد أبو النصر، عمرو الجندي، عمر طارق، أحمد مهيب، عمرو زهران، عمر عزب، مروان سرحان، أحمد إسماعيل، مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر، والثنائي المحترفين والتر هودج والمحترف يعني اللي قرر إنه مستر أجاستي بوش إن هو يعني ياخده معاه في البطولة العربية عشان يستفاد من إمكانياته، مايكل فاكوادي اللي هيكون معانا بس في فترة البطولة العربية وبعد كده إحنا هنستمر طوال الموسم الفترة القادمة مع والتر هودج. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده كمان خليني اكلمكم شويه عن بعثه فريق كره اليد رجال اللي حاليا متواجدين في تونس من اجل المشاركه في بطوله افريقيا. يمكن يعني بطوله افريقيا يعني زي ما احنا عارفين يا كريم والنهواند بدات يوم الجمعه الماضيه اول امبارح، ويمكن اول المباريات بالنسبه للنادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي فتح مشواره في البطوله امبارح مع نادي فلاورز البنيني، ويمكن المباراه دي كانت في تمام الساعه 8 مساء في تونس وانتهت بفوز النادي الاهلي. يعني بعد النادي الاهلي قدم يعني مباراة رائعة وأداء يعني متميز طوال يعني الستين دقيقة في المباراة. انتهت المباراة بفوز نادي الأهلي بنتيجة 40-11. ويمكن النهاردة كمان هتكون تاني مباراة للنادي الأهلي في بطولة أفريقيا وهتكون مع نادي وفاق عين التوتة الجزائري، ودي هتكون يعني في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على صالة نابل في تونس. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده كمان خليني اقول لكم انه فريق الاول لكره اليد سيدات امبارح يعني كان عندهم مباراه مع نادي مدينه نصر في بطوله الدوري وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 52-17. وكده يعني سيدات كره اليد هيكونوا في الفتره الحاليه يعني النهارده هيكون في راحه من التدريبات، والفتره اللي جايه ان شاء الله يعني جميع اللاعبات هيكونوا في تدريبات فريق النادي الاهلي بيواصل تدريبات بشكل طبيعي ما عدا يعني نفس المجموعه اللي انضمت لمنتخبنا الوطني الفترة الماضية تنضم للمنتخب الوطني الفترة القادمة في معسكر مغلق استعدادا لبطولة افريقيا واللي ان شاء الله هتنطلق في شهر نوفمبر القادم في السنغال. فهيفضل يعني المعسكر ممتد لحد شهر نوفمبر، وكده يعني الفريق النادي الاهلي هيرجع لمبارياته مرة اخرى في بطولة الدوري هتكون يوم 25 نوفمبر، وهتكون اول مباراة لي مع نادي 6 اكتوبر على صالة الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيرة. يمكن دي يا كريم ونهواند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو.
نشكرك يا سلا جزيل الشكر على هذه التغطية المتميزة كالعادة. ودلوقتي نروح مع حضراتكم بقى للصحافة الرياضية. تعالوا نروح للأخبار بتاعتنا المختلفة ومقر جريدة البوابة نيوز ومراسلتنا العزيزة يعني مريم سميحة موجودة هناك دلوقتي في منشطات. طبعا يا مريم معاكي طبعا صباح الخير في البداية، معاكي منشطات مهمة جدا، يمكن أولها الحوار الخاص لمحمد صلاح مع البريمير ليج برودكشنز وقال كذا تصريح أعتقد مهم. أيضا في خبر عن الديربي، ديربي مانشستر، وفكرة هنا قرارات الكاف الأخيرة الخاصة بتنظيم الكان 2025. خلينا نعرف منك تفاصيل، تفضل. صباح عليك يا نهاوند في البدايه، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد، جوله صحفيه جديده من داخل مقر البوابه نيوز، جوله بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا يعني هنتناقش في كل العناوين اللي انت ذكرتيها يا نهاوند دلوقتي. خلينا في البدايه نبدا طبعا بتصريحات نجمنا، نجم طبعا المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح، والعنوان الاول من جريده الاخبار: صلاح انا مهووس بالتفاصيل الصغيره. يعني يمكن على الرغم من عدم رضا جماهير ليفربول بالنتائج اللي بيحققها والتعادل مساء امس في الجوله الثامنه في البريمير ليج مع طبعا برايتون، اكيد كان في فكره غضب من جمهور ليفربول، خاصه انه يعني يمكن ما يكونش في منافسه على الدوري الانجليزي هذا العام. ولكن الحقيقه ان يمكن تصريحات صلاح كانت مختلفه بعض الشيء لبريمير ليج برودكشن بعد طبعا او عقب انتهاء المباراه. يمكن صلاح اتكلم عن فكره اهتمامه بالتفاصيل او ادق التفاصيل الصغيره، وشايف ان هي دي اللي بتصنع الفارق ما بين لاعب واخر، وشايف ان دايما هي دي اللي بتميز اللاعب ايضا عن بقيه اللاعبين في الفريق. كمان يعني يمكن قال صلاح ان هو شايف انه يعني يمكن يكون صادق ان هو بيعطي هذه التفاصيل يعني قدر كبير جدا من حياته او يمكن مهنته كلاعب كره قدم طبعا، وهو شايف انه هي اللي بتصنع الفارق ما بين لاعب واخر، وشايف ايضا ان التفاصيل دي او التفاصيل اللي بيهتم بيها صلاح بشكل خاص جدا ما بتكونش فقط داخل الملعب ولكن ايضا بتكون خارج الملعب، بدءا طبعا من فكره الطعام والشراب وايضا يعني يمكن مواعيد النوم، وشايف ان دي يمكن بتصنع فرق كبير جدا في مشوار لاعب كره القدم وايضا بتفرقه عن بقيه يعني زملائه، وشايف ان هو مهووس ومدمن لتلك الامور. عنواننا الثاني طبعا من موقع الشروق: حجازي وطارق حامد يغادران القاهره استعدادا لكلاسيكو الدوري السعودي. طبعا سافر الثنائي احمد حجازي وطارق حامد بعد يعني انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني، يمكن هيعودوا مره اخرى للمملكه العربيه السعوديه، وده طبعا علشان ينضموا لفريق الاتحاد بعد طبعا يعني اداء مهمتهم مع المنتخب الوطني اثناء فتره التوقف الدولي. وطبعا يعني اكيد كلنا عارفين ان المنتخب الوطني حقق الفوز على النيجر ليبيريا بنتيجة 3-0 في المباراتين الوديتين، ده طبعا اللي بيستعد من خلالهم المنتخب الوطني لتصفيات أمم إفريقيا 2023. وطبعا شارك الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد في المباراتين، ومن ثم عادوا مساء أمس السبت مرة أخرى إلى السعودية للانضمام لصفوف فريق الاتحاد، واللي بيستعد لخوض مباريات الدوري السعودي. وطبعا بيلعب الاتحاد مع النصر مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي. وزي طبعا ما احنا عارفين او جماهير الكره العربيه عارفين بشكل خاص جدا ان يعني جماهير الكره السعوديه مباراه الاتحاد والنصر بتبقى مباراه قويه جدا، يمكن بيسموها يعني الكلاسيكو السعودي، وبتعد من اهم مباريات الموسم، خاصه ان الثنائي طبعا بينافس على لقب الدوري. وفي الترتيب الحالي بيتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط وبفارق نقطه عن النصر صاحب المركز الرابع. عنواننا الثالث أيضا من جريدة الجمهورية: بعد سحب تنظيم كان 2025 من غينيا، كاف يفتح طلب الاستضافة من جديد. طبعا عدد بطولات كأس الأمم الإفريقية لعام 2025 يمكن زي ما وصف التقرير لنقطة صفر أو للبداية مرة أخرى، بعدما قرر الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة طبعا كاف سحب استضافة البطولة من غينيا، وذلك بعدما تأكد وفد الاتحاد القاري الذي دار البلاد عدم جاهزيتها لاستضافة
غرفه المسابقه، وعرض موتسيبي طبعا الذي ترأس وفد الكاف الى العاصمه الغينيه كوناكري على اللجنه المنظمه استضافه غينيا نسخه البطوله عام 2027 بدلا من 2025، لا سيما مع قرار اللجنه التنفيذيه للكاف بفتح طلب الاستضافه من جديد. وطبعا كان رئيس الكاف يعني يمكن تلقى بس او التقى بالسلطات الرياضيه في غينيا قبل لقائه برئيس الانتقالي العقيد مامادي دوموبيا قبل اتخاذ القرار بشكل رسمي. وتعتبر طبعا المغرب على راس الدول التي من المنتظر ان تتقدم بملفها طبعا لاستضافه هذه البطوله المقرر طبعا في كوت ديفوار الى مطلع عام 2024 بدلا من موعدها الاصلي في صيف العام المقبل بسبب طبعا هطول الامطار في البلاد اثناء هذه الفتره. اخيرا بقى من موقع يلا كوره، الفاريز ديربي مانشستر من اهم المباريات في العالم. طبعا اكد جوليان الفاريز مهاجم مانشستر سيتي على انه بيشعر بحماس شديد وكبير جدا قبل ديربي مانشستر الذي يجمع فريقه طبعا بمانشستر يونايتد ضمن الجوله التاسعه من البريمير ليج. وقال المهاجم الارجنتيني الشاب للموقع طبعا الرسمي لمانشستر سيتي: ستكون مباراه رائعه بين كبار المدينه، اعتقد انها واحده من اكثر الكلاسيكيات مشاهدة والأكثر أهمية في العالم. طبعا سيكون من الرائع التواجد ونأمل أن نقدم مباراة رائعة ونفوز بها. وأيضا استكمل المهاجم الأرجنتيني للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: صحيح أن الأرجنتين معروفة بالتعصب الجماهيري وعشق كرة القدم بشكل لا يوصف، لكن هناك أيضا وجدت الجميع يعاملني بلطف وأظهر سكان المدينة الكثير من المودة لي، وأسعى لإسعاد المشجعين بأهدافي مع السيتي. طبعا يعني عايزين نفكر جمهورنا ان مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب البريمير ليج برصيد 17 نقطه من 7 مباريات. طبعا ده بياتي خلف ارسنال المتصدر ب 21 نقطه من 8 مباريات، بينما ياتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 12 نقطه من 6 مباريات. طبعا دي كانت جميع عناوين الصادره صباح اليوم الاحد من داخل مقر البوابه نيوز. بشكركم جدا، كلمه ليكم مره اخرى. تغطية كالعادة رائعة منك يا مريم، نشكرك جدا عليها، شكرا ليكي. طيب خلونا بقى حضرات نختم معاكم ساعتنا الأولى دي بتقرير الفتنس اللي هنتعرف من خلاله، ومشكورا كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الأهلي، هيعرفنا على مجموعة من التمرينات اللي ممكن تتعمل في أي وقت وبمنتهى السهولة وفي أي مكان. بعديها نطلع فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله بمجرد العودة منه نبتدي مع حضراتكم أول فقرة حوارية في حلقتنا النهاردة. خليكم. صباح الخير كريم، صباح الخير نهواند، صباح الخير جماهير النادي الاهلي العظام، صباح الخير واحلى صباح يا رب دايما منور بالخير والسعاده لجميع اعضاء النادي الاهلي بكل فروعه. طبعا وحشتوني، بقالنا كتير ما شفناش بعض والتقينا. النهارده بنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو خلال ايام هيبدا العام الدراسي الجديد. يا رب كده دايما يبقى عيد دراسي سعيد علينا وعلى كل الامهات والابهات يا رب دايما، ويمتع اولادنا بكل صحه وسعاده يا رب. أنا جاي نتكلم في موضوع مهم يخص صحة بنتي أو ابني في المدرسة. هتكلم على حاجتين النهاردة مهمين، هو ممكن إيه الأكل المهم اللي ياخده معاه في اللانش بوكس، وإيه التمرين اللي ممكن يعملها لو في مدرسين هيكونوا مشاهدين الحلقة دي يعملوها في اللاين الصبح المورنينج لاين، هيتفيدهم قوي إن يبدأ يومه بنشاط وحيوية وتركيز. تعالوا نتكلم كده النهاردة على الأكل اللي المفروض ناخده معانا في اللانش بوكس. أهم حاجة يا جماعة البروتين والكربوهيدرات، وطبعا الفواكه عشان ياخد منه الميلرز والفيتامينز والحاجات دي مهمه، ولازم طبعا ازازه الميه تكون اقل حاجه 2 لتر عشان يساعد جسم ابني او بنتي ان هو يكون دايما رطب في ظل الاجواء الحاره دي. ولازم ياخد بيض مسلوق مثلا في فطار الصبح مع فلفل الوان مقطع، الياف خضراء الصبح طبعا مهمه جدا، ولازم طبعا اورنج جوس او اي عصير بس يكون فريش، ونقلل فيه طبعا كميه السكر زي ما كلنا عارفين. طبعا لما يجي طبعا المدرسه لازم ياخد اي حاجه فيها شوفان عشان يقدر يكمل. طبعا لو عنده دروس او عنده ورك اوت هيعمله مثلا بعد اليوم الدراسي بتاعه، ده هيساعده جدا. ده بالنسبه للاكل. طبعا ثمره الفواكه لازم طبعا لا نغفل عنها، لازم موز عشان المغنيسيوم والبوتاسيوم والعضلات بتاعته، لازم طبعا يشرب اللبن او جبنه تكون لايت عشان خاطر الكالسيوم وكثافه العظم بتاعه،
لازم طبعا ما يسهرش بالليل. كل دي نصايح عامه وارشادات لازم انا كاب او ام اهتم بيها في فتره السنه الدراسيه. نيجي بقى للتمارين، وده موضوع حلقتنا النهارده، ان احنا لازم نعمل تمارين صباحيه في اللاين. نعملها كالاتي، هنعملها ترتيب معين مع كابتن النهارده كابتن فوكس، اكن انا في اللاين الصبح وقدامي طبعا الطلبه. هنبدا نعمل مثلا رانش خفيف، مارش خفيف كده زي ما احنا شغالين. كل طبعا الورك اوت اللي هنعمله او الحركات اللي انا هعملها بتبقى لمده دقيقه، عشان خاطر ان انا ممكن في خمس دقائق اعمل لاين بتاع الورك اوت، يبقى الطالب طالع الفصل بتاعه الكلاس بتاعه يقظ ومنتبه للدراسه بتاعته. بعد ما خلصنا مارش ابدا ازود السرعه بتاعتي شويه كده على مشط رجلي، بعديها ابدا ازود حركات بدراعي. كل ده طبعا بيبقى في جروب مع الطلبه الصبح على ميوزك معينه طبعا عشان يعملهم موتيفيشن في اللاين. وطبعا الاسلوب الجماعي بيخلي الناس تشتغل كلها مع بعض بحماس. بعد كده ابدا احرك جامبر جاز، طبعا اراعي المسافات بين الطلبه عشان ما نخبطش في بعض. كل ده يا جماعه الورك اوت انا بعمله لمده دقيقه. بعد كده حركه قدام رجلي والورا، وبعد كده بعمل تمرين لعضله الكتف. بعد كده بعمل شيست وحرك رجلي، افتح الباجل واقفل. انا كده بعمل ورم اب لعضلاتي كلها، بزود الدوره الدمويه، كميه الدم اللي راح للمخ وجايه منه، فدي بتعمل لي نوع من انواع اليقظه والانتباه. بعد كده ببدا اعمل حركه بسيطه اخفف النفس بتاعي شويه عشان الطفل او الطالب اللي معايا في المدرسه ما يحسش ان هو تعب، يخفف شويه وياخد نفسه. بيبدا ينزل على الارض شويه كده، بيعمل جامب جاز ماونت كلامبر، بعد كده حركه رجلين بسيطه. بعد كده بعمل بوش اب اوكي. بعد كده ممكن نعمل تمارين بطن خفيفه على الارض لمده مثلا دقيقه او دقيقتين كده. بعمل استرتشات خالص لكل العضلات بتاعتي على اساس ان اكون طالع الفصل بتاعي يقظ وفايق، وفي نفس الوقت عضلات جسمي كلها اشتغلت وادت الدم بصوره افضل للمخ، عشان كده يبدا تفكيري يتحسن الاحسن ان شاء الله. في حلقات جايه كتير وباذن الله نبقى مع بعض في حلقه جايه تاني ان شاء الله، وربنا يمتع اولادنا بالصحه والسلامه يا رب. مع كابتن محمود فوكس النادي الاهلي، مع الف سلامه. اهلا بكم مره ثانيه. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في مقدمه حلقتنا النهارده، شهر اكتوبر هو بدايه فتره التحديات المتعدده امام النادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله، سواء محليا او قاريا. وطبعا بالمناسبه البدايه هتكون بقاريا في دور 32، وطبعا لقاء المرتقب بين النادي الاهلي واتحاد المنستيري التونسي، واكيد ده من اهم النقاط اللي هنحب نتكلم فيها ونعرف تفاصيلها من خلال وجود ضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي. صباح الفل يا استاذ سامي. صباح الخير الكريم. صباح الخير نهاوند. صباح الخير، طمنا على صحه حضرتك في البدايه يا استاذ سامي. احسن الحمد لله. والله احنا مشكوره جدا رغم كل ده انك بتجي لنا بجد، يعني بكون سعيد ان اكون معاكم دايما. ربنا يديك الصحه يا رب. نبدا بقى كده بالوديات الخاصه بالاهلي. فكره هنا اصلا تصاعد الوديات، فكره هنا طلائع الجيش وبقى سوري بتروجيت وبعد كده اسوان وكده طلائع الجيش، بتشوف ازاي التدرج ده في الماتشات وفي الفرق، وبعد كده كمان فكره الفوز والتعادل. يعني احنا فوزنا في بتروجيت كانت خماسيه جميله جدا، جيت بعد كده في اسوان كان في شويه صعوبه في البدايه بس انت عوضتها، طلائع الجيش اتعادلت. لحد دلوقتي سو فار زي ما بتقالي، لو ما نقدرش نحكم قوي، بس قراءتك للمشهد ايه؟ أنا شايف من البداية إن كولر ابتدى يعمل أجواء إصلاحية في الفرقة، وده يعني هو ذاكر الفترة اللي فاتت بشكل كويس جدا، وقدر بالتعاون مع الإدارة يحصل تدعيمات مهمة جدا في عدة مراكز. فيعني إن دي تجارب، سواء طلائع أو أسوان أو بتروجيت، دي كلها تجارب لموسم لما هو قادم، زي ما قال الأستاذ كريم التحدي الأول مع الاتحاد المنستيري التونسي. فيعني بشوف ده وبشوف ده وبشوف ده. أسعدني جدا إن كل مركز فيه الثلاثة وأربعة بيلعبوا في نفس المركز، وده كان حالة فقر شديدة جدا الموسم اللي فات، دفعنا ثمنها جامد بصراحه. يعني خسرنا كتير، خسرنا بطولات مش خسرنا ماتشات، خسرنا بطولات.
احنا متعودين عليها. فانا شايف ان اللي حصل مع بدايه الموسم فتره اعداد الراجل اللعيبه خدوا نفسهم بقدر كافي جدا وحصل استشفاء، وسعيد جدا بعوده السوليه واكرم توفيق، كل دي مكاسب للفرقه. فالتجارب في حد ذاتها استكشافات لما هو قادم يعني، ودخول اللاعبين في تحديات مع بعضهم كمان دي مهمه جدا استاذ كريم، ان اللاعب ما يحسش المكان ده حكر عليه، دي مهمه جدا، وانه هيدي هيلعب مش هيدي في غيره. ودي نقطه مهمه جدا برضو يعني في سياق المستجدات او الاجواء اللي استجدت، على حد تعبير حضرتك اللي استخدمته، هي استجدت بطبيعه الحال بوجود مارسيل كولر اللي هو كمان استجد علينا كمدير فني في الفتره بالزبط. الاخير من ضمن الاجواء دي واللي ناس كتير وقفت عندها وكلمت في تفاصيلها، فكره يوم التدريب الكامل، فكره سريه التدريبات، فكره عدم اذاعه المباريات الوديه، في ناس كتير خدت التفاصيل اللي انا بحكي لحضرتك عليها دي على اعتبار ان هي اشارات او امارات، لان الراجل ده عارف هو بيعمل ايه وعارف هو عايز ايه وفي دماغه خطه ما. الى اي درجه نقدر نستنتج الامور دي من التفاصيل اللي بتتكلم فيها؟ الراجل عايز يشتغل بدماغ رايقه ويحط لعيبته كلها تحت ضغط في الملعب وفي التدريب عشان يشوف منه هيطلع منهم ايه. فعدم اذاعه الماتشات مش مهم قوي، اذاعه ماتشات تجريبيه لفرقه بتعمل حاله اصلاحيه لنفسها يعني قرار كان صحيح سليم، انا شايفه سليم يعني، انا زي المريض عفوا المريض اللي خدته في المستشفى ويتقفل عليه ويبتدوا يشتغلوا معاه. فدي نقطه مهمه جدا، التدريب الكامل اليوم الكامل كان محتاجه جدا عشان يذاكر لعيبته ولعيبته تفهم كمان دماغه، لان يعني فيها كمان شيء من اجواء المعسكر بالظبط يعني، ومعسكر شبه معسكر فكل واحد يعرف دوره ايه وهو مقدم على ايه. والمساله يعني لو حسبنا ما الموسم اللي فات نقول المساله مش سهله، ولازم كل فرد في الفريق يفهم معدل الصعوبه اللي جاي، دي نقطة مهمة جدا. عشان كده الراجل كان مركز جدا، ما يهموش إذاعة وما يهموش شو ولا بالظبط يهمه إنتاجية على الأرض. وبعدين يعني هو فترة، أنا شايف الفترة اللي هو جه فيها مش كبيرة طبعا عشان يستكشف كل الفرقة ويستكشف العناصر الجديدة. لا بس مقارنة يعني بسواريش ده فرق السماء والارض زي ما بيتقال يعني. لا هو عنده فتره كويسه، جه في فتره توقف، فتره اللعيبه فيها مش افضل شيء تماما، وضع الاهلي مش افضل شيء تماما، كان في صعوبات كتيره، لكن عنده مساحه كبيره على بدايه لسه الموسم الجديد. انا بدات بكلمه موسم اصلاحي. اصلاحي حلو ده، بيصلح كتير صح، فعايز يقفل على نفسه ويشتغل بتركيز، وده دور مش بس الجهاز الفني، جزء دور اللاعبين كمان هم يستجيبوا للحاله دي، يستجيبوا لان كلهم لاعبين دوليين وعندهم احساس بالمسؤوليه. فانا شايف ان هنشوف موسم مميز جدا للاعيبه الاهلي وعودة بطولات مؤكده ان شاء الله. حلوه بطولات مؤكده برضه مصطلح صحفي بقى كبير استاذ سامي، هنروح فين؟ انا عندي بس سؤال، حضرتك اتكلمت في نص كلامك كده قلت اللعيبه كانت الفتره اللي فاتت او الموسم اللي فات مش هي، يعني كان عندنا مشاكل كتيره جدا واللعيبه نفسهم ما كانوش ده الاداء اللي احنا نعرفه عنهم لاسباب كتيره. بس هل انا لما ادخل دلوقتي الموسم الجديد في مجال او في رفاهيه ان لاعب ما يدينيش افضل شيء عنده، لان خصوصا مع الصفقات الجديده ومع تصريحات كمان كولر المختلفة اللي دايما بيأكد انا ما عنديش لاعب كبير ولاعب صغير، انا عندي لاعب بيأدي ولاعب جدير انه يفضل معايا ولاعب لا. فأي لاعب دلوقتي اصبح عنده فكرة ان انا ممكن حد يبدلني،
طول ما انت حاسس ان ممكن تتبدل على طول او يجي غيرك او ما تكملش ده هيخليك دايما ضاغط على نفسك ملتزم اكتر. بالظبط يعني بالزبط. مع بعض الناس في ناس كده كده فكره احترافيه ما بيفرقش معاها الحاجات دي. ده المعيار انت تدي في الملعب هتاخد رضا الجهاز الفني وقناعه الجماهير وتبقى الجماهير في ظهرك. وانما هتاثر انا بدات بحته انه قلت ايه ان كل مركز بقى فيه 3 و4 ودي سبق داخلي في يعني في المراكز وبين اللاعبين وبعضهم يعني هتاثر شويه. شكرا جزيلا دكه مستنياك على طول صح هتدي هتلاقي محبه الجماهير وتقدير الجماهير وتقدير الجهاز الفني. دي النقطه المهمه جدا ان احنا يعني دي حاله كانت موجوده الموسم اللي فات ان في احتكار لبعض المراكز لان ما فيش بديل ليها. ما فيش بديل ولاعبتنا كانوا مستويين على الاخر. بس ده راجع برضو لحاجات كتيره منها فكره حضرتك تتفق معايا ان برضو كان موسيماني عليه بعض الاخطاء منها ان في ناس استغنى عنهم وجاب صفقات. يعني من اللي استغنى عنهم انا بشوف ان هو كان كويس جدا جدا ناصر ماهر طبع. صح كده طبعا صحيح يعني ما فيش مجال ان احنا نرجعه تاني او حاجه يعني انا ما اعرفش هل بس خساره. رحيل ناصر ماهر اثر على قفشه على فكره طبعا صراحه وجهه نظر نقطيه اثر على قفشه واجهده وخلاه يعني احساسه ان هو الوحيد الاوحد في الملعب. فكان ناصر ماهر لازم يبقى مستمر عودته مش ما اعرفش ممكنه ولا بس هو يعني بشكل عام النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها من شويه اللي هي من ضمن المستجدات هي نقطه مهمه جدا ويمكن نكون اتاخرنا كمان فيها فكره عدم السيطره والهيمنه على مراكز بعينها. وفعلا التفصيله كمان نهاوند بتتكلم فيها فكره ان اللعيب لما يحس انه في اي وقت لو اداؤه هيقل لا غيره جاهز وهينزل ويعمل المطلوب منه وزياده. فدي نقطه مهمه. عايزين بقى نروح مع حضرتك لضربه البدايه الافريقيه للنادي الاهلي ان شاء الله يوم الاحد الجاي امام الاتحاد المستيري التونسي. وبرده كنا بنتكلم سواء في الحلقه دي او قبل كده قلناها كذا مره ان هو فريق مش سهل بدليل ان هو بيشارك في هذه البطوله دي رقم واحد. وتاني اماره فكره ان هو لغايه اخر دقيقه في اللقاء الختامي اللي جمعه او اللي جمع ما بينه وما بين الترجي واللي فاز فيه الترجي في النهايه لكن هو كان ند وخصم قوي جدا. فده كل دي امور بتنبئ بان احنا بصدد مباراه ولقاء قوي. فرؤيه حضرتك للماتش ده يعني اقول ان الاتحاد المنستيري رقم 2 في جدول الدوري التونسي مع الترجي في صفاقسي طبعا فرق كثيره جدا ليها قيمه. فده يدل على ان احنا يوم الاحد مباراه كبيره في الملعب منزه او غيره الله اعلم ما اعرفش اسم الملعب ايه اللي هيكون بس انا اتوقع منزه. هو في مصر هيبقى الاهلي ويس سلام في تونس بيتهيألي لسه مش عارفه محدد ولا لا لا تحدد يوم 15 ما احنا قلنا التواريخ بس الملعب نفسه انا مش عارفاه يعني. سلام السلام السلام هناك السلام هنا سلام. لا هنا الاهلي ويس سلام احنا عارفين انا بتكلم على اللي هي الذهاب في تونس ما اعرفش اسم الملعب في تونس ده اللي بتكلم يعني بغض النظر عن اسم الملعب المهم اللي هيحصل على ارضيه الملعب صحيح. رايك ايه في اللي جاي؟ هو تحدي حقيقي خصوصا اول ظهور رسمي كولر واللاعيبه تشكيلته جديده والروح الجديده اللي هتكون في الفريق الروح الجديده اللي هتكون في الفريق. أنا يعني لازم كل لعيب في الفرقة يتذكر إنه بطولة أفريقيا صح يعني اتنشلت منه ولابد إن يستعيدها فرصة هذا الجيل يرجع المونديال تاني فيبقى استهداف اللقب الأفريقي مرة تانية من أول مباراة طبعا من أول مباراة يعني مش هندي فرصة للمنافس مع احترامنا له يعني احترام كبير جدا انه يعني يتفوق على فرقة الاهلي باسمها الكبير ولازم لعيبة يوصل لها يكون من داخلها احساس ان الاهلي
لازم يرجع مره ثانيه. والبدايه هتفرق يا استاذ سامي زي ما حضرتك اتكلمت وانا وكريم قلنا البدايه لو كانت حلوه ولصالحنا هتفرق معانا جدا كمان معنويا في اللي جاي، لكن لو بدايه مش لا قدر الله ما كانتش حلوه هتقفل شويه اللعيبه والفريق والجماهير، فنتمنى خير باذن الله جدا. البدايه مهمه زي ما انت قلت يا استاذ كريم، مهمه جدا جدا جدا، لان بعد كده في ايه؟ سوبر. ايوه هنرجع بقى للسوبر. أيوة. دلوقتي بس هنروح فاصل. وعلى حد علمي برضو الملعب في تونس اسمه مصطفى بن جنات حاجه كده في تونس، انا يفرق معايا اسامي الملاعب قوي بقى تقريبا لو انا مش غلط. وهنا في مصر الاهلي والسلام في الاياب. فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل حديثنا لسه مستمر مع الاستاذ سامي. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن السوبر اللي عندنا خلاص ان شاء الله، تحديدا يوم 28 اكتوبر بين الاهلي والزمالك، برده هتبقى يعني مباراه قويه جدا وحدث كبير جدا وبطوله يعني مهمه جدا لهنا وهنا. نتكلم شويه عن السوبر بعد كده نخش بقى على الدوري. طبعا يعني عايز اربط بين طله الاهلي على بطوله دوري الابطال في تونس مع والسوبر. ايوه دي خطوه، دي نقطه مهمه، الصحوه اللي هتحصل في تونس وملعب السلام والفوز ان شاء الله رايح جاي هيدي باور جامد جدا للعبه الاهلي للسوبر بقى للسوبر اكيد بالظبط. والاهلي محتاج يستدعي الموسم ببطوله. صح يعني جدا. هو خسر اخر بطوله الموسم اللي فات، فمحتاج يفتتح الموسم ده ببطوله، يعني دليل على ان فيها شيء جديد في الملعب. صحيح. في شيء جديد في الفرقه، فان شاء الله يعني لازم يكون لعيبه الاهلي حاطين ده في ذهنهم. طبعا مش غلط ان هم يفكروا في خطوه والخطوه اللي جايه، بس الربط مطلوب. فان شاء يعني النجاح مع الاتحاد المنستيري ذهابا وايابا هيعمل باور عالي جدا، هيدي بدايه قويه ان شاء الله للسوبر. عايز اقول لك بمناسبه السوبر يعني من دلوقتي بس تذاكر الفي اي بي يا كريم بقى بلغه الارقام بقى، الفي اي بي التذاكر بكام؟ من 25,000 درهم ل 50,000 درهم ومتباعه قد كده، تخيل حضرتك. بس ده في اي بي طبعا، الاسعار فيه اقل من كده يعني، بس لا لا في اقبال كبير يعني. السوبر يعني الامارات مميزه جدا في تنظيم البطولات واسم الاهلي والزمالك وناس كتير مسافره من طبعاً مصر. ده يورينا قيمه الفرقتين اللي هيلعبوا في الماتش ده. بالمناسبه برضو هل في امور بعينها حضرتك متخوف منها سواء في ماتش الاتحاد المنستيري التونسي او في لقاء السوبر المصري امام الزمالك؟ يعني الامور اللي انت فعلا هتبقى قاعد تتفرج على الماتش وانت ايه عينك عليها قلقان منها؟ قلقان من ايه؟ يعني انا اقول لك يعني انا سافرت مع الاهلي كتير قوي في تونس تحديدا، يعني الجمهور هناك شديد حماسه طبعا، عنده حماسه عاليه جدا طبعا، وبس اسم الاهلي كمان كبير طبعا عندهم. فيعني مره من مرات يعني في التسعينات كده خرجنا بعربيات مصفحه من الملعب نتيجه طبعا الحماسه الزايده طبعا. كان مع الصفاقسي. فانا بقول الاهلي سلاحه الأكبر أن هو يفرض نفسه في الملعب ويقنع الجمهور وجمهور التونسي أن هو أحق بالفوز. طب طبيعة الجمهور ده مش يستدعي أن فريق الأهلي اللي يلعب يكون معظم عناصره من أصحاب الخبرات السابقة ومن أصحاب اللقاءات السابقة في شمال أفريقيا ومتعودين على هتافات الجماهير عندهم والنوع ده من الأمور، ولا مش شرط؟ طبعا ده رؤيه الجهاز الفني نمره واحد، الخبرات مطلوبه جدا جدا جدا، لان دي افتتاحيه صعبه طبعا مش سهله. يعني مش هنقول فريق افريقي من الجنوب بس ولا من الشرق، بس معلش يعني الحق يقال. طبعا فرقه ثقيله والموسم اللي فات في تونس كانت متالقه جدا، بس برضه انا ما اجي اتكلم عن الاهلي اقارن الاهلي بالترجي، مش اقارن الاهلي برضه بالاتحاد المنستيري، ففي فرق برضه الى حد كبير في امكانيات فنيه هنا وهنا بغض النظر عن الصعوبات والموسم اللي فات للاهلي، بس في فرق. هيبقى في تنافسيه شديده، بس انا لازم ابقى رايح عارف ان انا فنيا انا اعلى بكتير، ولازم ابقى فاهم ان طموحات الجماهير عندي برضه كبيره جدا وعاليه جدا.
فما فيش بقى قصه ان انا اتعادل هناك عشان ذهاب واجي هنا اقول ما لسه عندي اياب، صح ولا غلط؟ لا يعني ما هتختلف معايا شويه. ماشي. في تفصيله لازم احترم المنافس. أي حلو كان. احنا دايما بنحترم المنافس، بس لازم اعرف امكانياتي فين. وكره تونسيه عاليه مش قليله اكيد. والاتحاد من السيري اللي منزلين في الجدول، فلازم احط كل الاعتبارات دي واذاكر كويس. دي مهمه الجهاز الفني. هو ده بيحصل طبعا. كولر كان لسه عامل تصريح بده، بيذاكر كويس الفرقه ويعني هشوف هيلعب ازاي، هيلعب درون ماتش يعني يحاول يرجع بالتعادل ويخطف هدف. دي طب كلها اهم حاجه. ما يخص النادي الاهلي ده هيخليه كده كده كمان يسن سنانه اكتر ويطلع اقصى ما عنده. بالظبط. تاني كون ان انت النادي الاهلي. بالظبط. فاهم حاجه ان انا ما اخسرش في تونس. ما اخسرش يعني انا عندي ميشن ان انا ممكن اتعادل هناك وفي الاياب اكسب. ولا مش ولا حلو برضو. لا دي مغامره برضو. بس يعني مش سهل كمان انا يعني فرقه مش قليله لازم احسبها. بس دايما بيكون فيها مساحه للمفاجآت غير مستحبه. لما يكون التخطيط على كده، ده لو افترضنا ان ده اللي في راس يعني المدير الفني، واتفاجئنا قبل كده مفاجآت مش سعيده نتيجه نفس الخطه. ما انا بقول ما اخسرش يعني ممكن اكسب. يعني اتعادل او طب ما اروح على ميشن ان انا اكسب، عشان لو اتعادلت يبقى خير. مش هروح ان انا اتعادل عشان يعني ده اللي هنشوف الملعب، هنشوف فكر الراجل. احنا ما شفناهوش. هل متوقع اصلا كولر هيلعب ازاي؟ يعني انا شفت ماتش واحد من ماتشات تجريبيه. خطه هجوميه لعب مفتوح ولا هيدافع اكتر؟ لا شك الدفاع مهم جدا في الماتشات الافريقيه، لان انت بتلعب نيك اول دلوقتي مش مجموعه. يعني مش هتغامري ان تخسري وتخرج بالبطوله من بدري كده، لسه ما دخلناش المجاميع. بالظبط. فبالتالي ليه حساباتها ان انا امن دفاعيا جدا واعرف اخطف هدف. هو ده بقى المهم، ما يكونش الدفاع خالي من الهجمات المرتده. لا متانه الدفاع دي نقطه مهمه، لان دي بتخلي يعني تصوري التكتيكي يعني ان الخصم هيكون هيحاول بمساعدة الجمهور انه يضغط عليك، انت بذكاء تعرف تخطف. ودي مش جديده على الاهلي على فكره، يعني مع الفرق التونسيه والمغربيه بالذات. يعني دايما الاهلي شاطر في الحته دي. فانا متوقع جدا يعني هيرجعوا لنا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونكمل المشوار ان شاء الله في وصولا لكاس السوبر باذن الله ان شاء الله. شكرا جدا استاذ سامي، نورتنا والله. انا شكرا جدا. نسعد بوجود حضرتك معنا دايما. نايمة. وطبعا هنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات، وان شاء الله ترجعوا بقى مع نهواندو تاني واخر فقرات الحواري في حلقه النهارده. طيب الفقرة الأخيرة الطبية هنتكلم فيها برضو عن ملف السمنة، بس زي ما حضراتكم عارفين ملف السمنة كبير قوي، واسع قوي، ومتفرع بشكل كبير جدا. إزاي هقدر من خلال الحلقة دي أوصل لحضراتكم طبعا من خلال ضيفنا فكرة أن أنا أوصل للوزن المناسب المثالي، اللي هو بيختلف بالمناسبة من حد لحد. يعني مش شرط واحد مثلا 70 كيلو هنا يبقى 70 كيلو هنا ده المثالي أو نفس الشيب بتاع الجسم، وكان واحد 70 كيلو يبقى بكرش على فكرة والتاني يبقى رياضي. مواضيع يعني بتفرق بشكل كبير جدا. وفكره كمان الفرق ما بين السمنه وزياده الوزن، ان زياده الوزن حاجه والسمنه ده موضوع تاني خالص. وفكره برضو الناس اللي هي سرعه الحرق عندهم او مقدار الحرق عندهم بيبقى عالي قوي، وناس بيبقى للاسف يعني بطيء جدا او قليل جدا، فده انعكاساته ايه على الحياه اصلا الصحيه وعلى الوزن وغيره. كل ده هنعرفه من دكتور علاء الدين احمد، طبعا اخصائي تغذيه علاجيه، ومش اول مره ينورنا. بونجور. صباح الفل عليكي. كله كويس. صباح واحلى مقدمه مع احلى قناه واحلى مذيعه واحلى دكتور نادي. بقى الله يخليكي. صباح الفل عليكي. نورنا. انا عايز بس قبل ما ابتدي مع حضرتك الحلقه، انا يمكن بقى لي فتره ما طلعتش مع حضرتك. بقى على فكره الحاله النفسيه من ضمن من اهم الحاجات اللي بتؤثر في عمليات الحرق. او يعني في ناس بقى تزعل تحرق اكتر على فكره. صح. على فكره عشان الحاله النفسيه بالايجابه او بالسلب. تمام. وعشان انا بقى لي فتره مش معاك هتلاقيني ان انا اتخنت شويه. لا ده كتير. فانا جاي عشان اخس النهارده كتير يا دكتور والله. اطلع مع حضرتك. ربنا يخليك. صباح الفل.
ونبدا من النقطه اللي هي خاصه بالسمنه وزياده الوزن. دي حاجه ودي حاجه. وفي نفس الوقت في ناس تقول لك انا عايزه اخس 2 3 كيلو، فالناس دي تعالجها ازاي؟ والناس اللي هي برضو عندها سمنه مفرطه، هو الاكل بس هو السبب ولا مش شرط يبقى الاكل بس هو السبب في ده؟ تمام. اولا سؤال حضرتك في منتهى الاهميه، الفرق ما بين الوزن الزايد والسمنه. المعادله اللي اعتقد كلنا بقينا حافظينها ولازم نقولها تاني اللي هي مؤشر الكتله، ان انا بجيب الوزن على مربع الطول بالمتر. يعني ايه على مربع الطول؟ يعني انا بجيب بوزن نفسي الوزن مثلا نقول 65 بقسمه على طولي ديفايدد 170 اللي هو هيبقى 1.7 عشان انا بقسم 1.7 عشان انا بقسم على الطول هنا بالمتر. تمام. الرقم اللي بيطلع عندي ده هو مؤشر انا رايح فين وجاي منين. اوكي. الرقم ده لو طلع من 18.5 ل 24.9 فانا وزني مثالي. حلو ده. طيب لو طلع من 25 ل 29.9 انا عندي زياده في الوزن، بس خلي بالك انت زياده في الوزن بس انت هنا رايح على سمنه. يبقى هنا الالارم، يعني انا ما استناش اقول لا انا عندي وزن زياده بس ما عنديش سمنه. لا، انت لازم تبتدي تتعامل مع نفسك اول ما تلاقي الرقم اللي طالع ده اكتر من كام، من 25. معلش انت بتعمل مثلا يعني ليتس سي الوزن اهو ديفايدد. تمام. ديفايدد 1.7. ايوه. انا 170 يبقى 1.7 مربع الطول. مربع الطول ده طلع 40. اما انت حكيت تقسمي تاني على 1.7 ديفايدد تاني 1.7 لان هو مربع الطول مش الطول. 1.7 23. حلو. لا ده انا كده لازم اخس. ده وحريك. لا ليه انت كده قلت لغايه 24 9 من 10 حضرتك 23 23.5. ايوه. يعني انا كده قدامي حاجه صغيره وابقى اوفر ويت. بس احنا برضو ده وزن مثالي، يعني ده على اخر يعني الوزن المثالي. من هنا ابتدي بقى خلي بالك ابتدي ايه اظبط اكلي واقلل كميات الاكل اللي باخدها. اقلل كميات الاكل اللي باخدها. الكميات والنوع بتهيألي. أيوة. بيفرق. صح الكلام. اقلل كميات الاكل اللي باخدها، مش بمنع الاكل. وده على فكره هي دي اللي بندرسها دلوقتي في السمنه او في زياده الوزن. على فكره هو جسمك ذكي جدا، انت بتتعامل معاه وهو بيتعامل معاك، ودايما الممنوع مرغوب. لو انت منعته هو هيبقى شره للحاجات اللي انت بتمنعه عنها. انما انت لو قللت الكميات هنا هو انت ما منعتوش وما حرمتوش فهيستجيب معاك. وهو ده محور حلقتنا النهارده، ان انا ازاي النهارده اقلل كميات مش امنع كميات. كويس جدا. طيب عشان اوصل لده يا دكتور علاء انا لازم اعرف يبقى عندي حاجه تساعدني، يعني طبعًا. الاراده لوحدها مش كفايه، خلينا نعترف الاراده لوحدها مش كفايه. طبعًا. اوكي لازم يبقى في محفزات، لازم يبقى في يعني حاجات معاها. فايه اللي ممكن هذا المريض، هنسميه مريض بالسمنه يعني او طبعًا. زياده الوزن، اللي هو يلجا ليه عشان يساعد او يحفز اكتر القرار اللي هو واخده انه عايز يخس؟ خليني اسال حاجه، هرجع تاني سؤال انا هتبرع واساله، هو ليه اصلا حصلت زياده الوزن؟ ما اسباب السمنه. اسباب زياده الوزن. خلاص احنا دلوقتي ده قلناها. اسباب زياده الوزن من ضمن الاسباب الاساسيه فيها هو اصبح حاجه اسمها الفاست فود، اللي هو انتشار الوجبات السريعه. نوعيه الاكل دي. الوجبات السريعه دي هي وجبات غير متكامله العناصر، غنيه شويه بالدهون المشبعه وما فيهاش ايه بقى، ما فيهاش الياف. افتقدنا الالياف. صح. الالياف دي بقى هو ده محور حديثنا النهارده في الحلقه بتاعتنا. يبقى انا محتاج النهارده اخليك تاكل الياف او تاخد الياف. تمام. اوكي. عندنا مشكله، هاخد الالياف ازاي وانا حياتي بقت سريعه ومش سريعه ومش عارف ايه وبتاع. انا حليت لك هذه المشكله ان انا بديك النهارده مستحضر في الالياف اللي جسمك محتاجها، وهنعرف دورها ايه في عمليات الحرق وعمليه ازاي ان هي ترجعك للوزن المثالي بصوره صحيه. الا وهو موجوده فين بقى؟ موجوده في مستحضرنا اللي هو بيستا. عشان كده دايما بقول بيستا از ذا بيست، وهنعرف ليه بيستا از ذا بيست. طيب بيستا ببساطه شيء جدا ما دام احنا بنتكلم على الالياف، هي مجموعه من الالياف وبعض العناصر الثانيه. الالياف دي عباره عن الياف ذوابه اللي هو الشوفان والسيليوم. الشوفان والسيليوم هنا مستخلص بصوره طبيعيه وصوره نقيه. تمام. الشوفان والسيليوم دول بيسموهم الالياف الذوبه. بتعمل ايه الالياف الذوبه دي حضرتك؟ اول ما بتاخد اول ما بتدوب باكل بيستا في كوبايه ميه وبتشربه، بتنزل معدتك بتنفش، بتعمل ماده هرمونيه فبتنفش. تنفش كانك انت بالظبط كده كانك خدت كبسوله في المعده اللي هي او عملت عمليه تكميم في المعده او صغرت حجم المعده، لان هي فعلا قللت حجم المعده. فبالتالي كميات الاكل، واعتقد ان بيستا موجوده كمان على الشاشه عندنا اهي، بالتالي كميات الاكل اللي انت بتاخدها بتقل. انا عملت ايه؟ قللت كميات مش منعت. اوكي. وعلى فكره بيستا من اول ما تاخده بعد نص ساعه هتكتشف حاجتين بيحصلوا معايا. اول حاجه هتلاقي كميات الاكل اللي بتاخدها قلت،
يعني انت مثلا لو كنت بتاكل ثلاث رغيف عيش هتلاقي نفسك بتاكل رغيف وشبعت، لان اوريدي انت مليت معدتك بالالياف الذوابه اللي هي ماده هلاميه فقللت حجم المعده. ماده ايه؟ ماده هلاميه، يعني هي بتعمل ماده هلاميه كده بتنزل المعده فبتنفش فماده هلاميه بتروح ماليه المعده فحجم المعده بيقل، بالتالي احتياجاتك من الاكل هتقل. تمام؟ الحاجة الثانية الردة، وعلى فكرة بيستا هو المستحضر الوحيد اللي موجود في السوق المصري اللي بيحتوي على مادة الردة. ايه بقى قصة مادة الردة دي؟ مادة الردة دي بيسموها الألياف الغير ذوابة. حضرتك لما بتاخدها بتنتقل من المعدة إلى الأمعاء فبتحسن من حركة الأمعاء وبتخلي دخولك للحمام للتخلص من الفضلات بيبقى صورة منتظمة. وعلشان كده بيستا في حاجتين هتلاحظهم من أول ما تاخده. يعني أول ما تاخد باكو بيستا وتدوب على كوبات مية كمية الأكل هتقل ودخولك الحمام هيبقى منتظم، ودخولك الحمام منتظم مش موجوده الا مع بيستا وبس. أوكي. نتيجه لوجود الرده، والرده هنا الياف ايه؟ غير ذوابه. هرجع تاني بس للالياف الذوابه بتعمل ايه كمان الالياف الذوابه دي؟ وده من بضرب المثل مع حضرتك، هات لو رحت لبتاع الكباب والكفته هتلاقي حاطط لك الكباب والكفته على ايه؟ على بقدونس. ايوه بقدونس ده عباره عن ايه؟ عباره عن الياف، بيعمل ايه؟ بيمتص الدهون. هو ده اللي بتعمله على فكره الالياف الذوابه، بتمنع امتصاص الدهون وبتساعد عمليه الحرق. كمان بتساعد كمان في الحرق. طبعا بتساعد الحرق ليه؟ هي كمان بتحسن من حساسية الأنسولين للسكر اللي هو الجلوكوز اللي موجود في الدم. يبقى الألياف الذوابة هنا قللت شهية، زودت من صورة حرق، منعت امتصاص دهون. هل بيستا اكتفت بذلك؟ لا، بيستا على فكرة متفردة في كل مكوناتها. الكروميوم، بيستا هو أكبر مستحضر مصري في أعلى تركيز من الكروميوم اللي هو ال 500 مللي جرام. إيه بقى قصة الكروميوم دي؟ الكروميوم دي على فكره هي ماده طبيعيه موجوده في جسم الانسان، مع العادات السيئه ومع السن او كذا 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 الماده دي بتقل. الماده دي مسؤوله عن ايه بقى حضرتك؟ مسؤوله ان هي بتحسن من حساسيه الانسولين للسكر، وبتزود من حرق النشويات. النشويات اللي هي الجزء الاساسي في الكربوهيدرات اللي هي بتمثل 60% من الوجبه الغذائيه بتاعتنا، اللي هي بتتحول لجلوكوز وبالتالي بترصد في دهون. عشان كده بيستا بتعمل حاجه برضو لذيذه قوي، ان هي بتمدك بالطاقه نتيجه لحرق الدهون الداخليه، مش حرق الدهون الخارجيه. لا، انا قللت كميه اكلك، دي رقم واحد. رقم اتنين، زودت معدلات حرق الدهون. طب هل بيستا اكتفت بذلك؟ لا، قالت لك انا كمان هحط لك فيتامين سي. فيتامين سي هنا بيشتغل بدورين، الدور الاولاني ان هو وجود ان الفيتامين سي بيزود معدلات الحرق، الحاجه الثانيه ان هو بيزود من امتصاص الحديد. لان انا بتواجهني مشكله مع مريض اللي بيعمل انظمه غذائيه او بيحاول يخس، بيبقى في نقص كبير لبعض الفيتامينز منها الحديد او بيجي الحديد، فانا صح. هنا فيتامين سي ايه بتزود من امتصاص اي كميه من الحديد. يعني انا عايز اقول ان انت بتاخد النهارده مستحضر متكامل من بايو ناتشرال، عباره عن منتجات طبيعيه بتعمل اربع حاجات. الحاجه الاولانيه بتزود حرق، الحاجه الثانيه بتمنع امتصاص دهون، الحاجه الثالثه اللي هي بتقلل كميه الاكل وبالتالي بتحجم فترات الشهيه، الحاجه الرابعه ان هي بتحسن من عمليات دخولك للحمام اللي هي موضوع الامساك. وعلى فكره الامساك ده من الامراض المزعجه جدا واللي منتشره جدا مع المريض دايما اللي بيعمل انظمه غذائيه ولا عاوز يخس. اوكي، دي بس بكل بساطه. ده الشرح كافي ووافي والله بجد. الله يخليك يا رب. احنا نقفل الحلقه بقى. لا لا خالص، لا لا اصل على فكره هي بيستا متفرده في كل شيء. يعني حته الرده دي مش موجوده لبيستا، الكروميوم بالتركيز ده مش موجوده لبيستا. هي كمان نسب الدوزز او النسب نفسها هي دي اللي بتفرق بشكل كبير. طبعا. خلينا نروح نشوف عملي، لان مهم قوي برضو طبعا. الشرح الدكتور علاء قاله لنا ده نشوفه كمان عملي على معانا حاله هو اسمه ابراهيم، نروح نسمع ونرجع نكمل محاضراتكم. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنه، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، كنتش عارف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم بيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليلة. بعد ما استخدمت فيستا بصراحة الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الأكل بنص ساعة يوميا، ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني إن أنا جعان خالص، ده غير إن طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح فأكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحة الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي أي معاناة في أي حاجة، ولا في اللبس ولا في الحركة، بعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه. الحقيقة بحب أنصح الناس إن هم يستخدموا فيستا. كلام حلو. هو خس تقريبا حاجه 20 كيلو بنتكلم. طيب دلوقتي في نقطه مهمه، انا دلوقتي خدت بيستا وخسيت اوكي وبطلته،
عشان وصلت للوزن المثالي. أيه. لو انا بقى بطلته هل انا هرجع تاني ولا الموضوع هيبقى فيه ثبات الى حد ما، ولا انا لازم اخد بيست مدى الحياه بس برضو مش هيبقى منطقي قوي؟ بصي، هي هسال حاجه في منطقه الاهميه، واحنا بنسال السؤال ده كتير قوي. خلي بالك انت، عشان كده دايما بنتكلم على ثقافه الميزان، انت دايما بتوزن نفسك ما تخافش. انت النهارده هو احنا بنخاف لا بصراحه. هو حضرتك هو اي مشكله اول حاجه عشان تعالجها لازم تواجه، ما تخافش. بس انا من الناس اللي بخاف يعني. لا ما تخافي على فكره، يعني كون ان انا اوزن نفسي كل يوم دي كويسه، بس لو انا فوتت مثلا اسبوع وقع ورحت بقى بخاف اوزن نفسي. الواحد بيخاف فعلا على فكره. انت بتخاف لانك عارفه انك لخبطت في الاكل او بطلت تاخدي بيستا مثلا. انت بطلت تاخدي بيستا فانت حاسه انك تخنتي. وعلى فكره برضو وزني، لان انت عشان توصلي للوزن المثالي، انت ايه اللي يحصل لما توصل للوزن المثالي؟ خلي بالك بيستا فيها ميزه بقى، ان هي اوتوماتيك قللت حجم المعده بتاعتك، لان انت كميات الاكل لما بتقل اوتوماتيك حجم المعده بتاعتك بيصغر. لا بس حجم المعده مش هيقل، هو نفس الحجم. انا لما باخد البيستا قبل النص ساعه هو بيملى المعده، لا فالحجم الفاضي اللي انا هنزل فيه الاكل هو اللي بيبقى. انا بكلم حضرتك على اللونج تيرم. هو مش الناس، تلاقي الناس مثلا واحد كان وزنه كان عنده سمنه وعمل انظمه غذائيه وخس، لما يجي ياكل كتير ما يقدرش ياكله كتير، معدته مش بتبقى برضو قفل يعني. لا، هي مش صغرت عمليا، هي حجمها قل، لان الاكل على فكره بيوسع معده. فانا النهارده لما عملت انظمه غذائيه اللي بيست عملته لي بالطريقه مباشره ان هي قللت كميات اكل، فبالتالي حجم المعده هنا قل. على المدى البعيد انت لو حبيت تلخبط في الاكل مش هتعرف تلخبط في الاكل. ليه؟ لان انت معدتك انت عملت سيستم برضو لنفسك يعني. وعلى فكره عشان كده النظام اليوم الفري اللي بيعملوه، يجي يقول لك ايه اشتغل لي خمس ست ايام دايت واعمل يوم فري، تلاقي انت اليوم فري مش قادر تاكل. مش قادر تاكل ليه؟ لان هي معدتك حجمها قل، مش عارف تاكل. بس برضو مش عمليا يا دكتور، يعني مش حجمها قل، يعني المعده لو لا. مثلا 10 سم واتيفر مش هتبقى 5 يعني. لا لا، احتياجاتها للاكل قلت. مش عشان الناس برضو تبقى فاهمه. لا لا، احتياجاتها للاكل هو الحجم هو احتياجات الاكل هو اللي بيقل بالظبط. طيب في بقى نقاط ثانيه برضو عشان نحاول نغطيها مع حضرتك دكتور علاء. في ناس تقول لك انا دلوقتي مش بنتظم في اي حاجه، يعني في ناس الروتين عندها او يومها ما فيش ان انا كل يوم اخد البيستا ده، لو هاخده يوم واحد برضو او مره واحده في اليوم. الناس دي بقى لو خدت يوم وبطلت يومين، اخدت اسبوع كويس وبعدين لخبطت، هل بيأثر ولا عادي؟ طيب خليني بس عشان اقفل لك موضوع البيستا، في حاجتين لازم نعرفهم. بيستا بتتاخد ازاي؟ بناخد الباكو اللي انا بقيت ماشي بيه. لا مش بيه. معقول اللي بتمشي بيه على فكره ليه؟ لان انا ممكن اتعزم في اي حته صح؟ صح. فبتاخد الباكو بتحطه على كوبايه الميه، بتاخده قبل الاكل بنص ساعه كويس. طيب دي رقم واحد. رقم اتنين، باخده امتى؟ باخده في الوجبات الدسمه بالنسبه لي. يعني في ناس هي الوجبه الاساسيه بالنسبه لها هي الغداء، يبقى اخده قبل الغداء. معزوم في عزومه عارف اني هاكل كتير، خلاص هو في جيبك وسهل الفتح في رمضان. في ناس على فكره بيبقى وجبه عندها الوجبه الثقيله الفطار والوجبه الثقيله الغداء والوجبه الثقيله العشاء، هياخده قبل الوجبات الاساسيه. اوكي. انما انا لو ما خدتوش ايه اللي هيحصل؟ ان انا قابليه الاكل هتزيد. يبقى ما ينفعش اخد يوم ويوم لا. انا مرتبط بالوجبات الاساسيه اللي انا باخدها، مش مرتبط بان انا هاخد يوم ويوم لا، لان هو الجرعه بتاعته بيتاخد قبل الوجبه الاساسيه وليس قبل اليوم ويوم لا. لو عندك ثلاث وجبات تاخد ثلاث وجبات، دي بس قصه بيستا. لا، هو بيتاخد مرتبط بالوجبات الدسمه اللي انا باكلها. طب هل الموضوع ليه علاقه يعني ان انا بس اخد واكل اللي انا عايزاه؟ يعني انا مثلا اروح اجيب سندوتشات همبرجر من محلات معروفه مثلا واخد البيستا قبلها بنص ساعه، ده مش هياثر برده معايا؟ حضرتك ما احنا اتفقنا بيستا هتخليني اقلل الكميات بس يعني النوعيه ما انا لسه جاي لك اهو. ما حضرتك النهارده مش احنا اتفقنا بيستا فيها الياف ذوب فتمتص الدهون؟ حتى انا يهمني هنا الكميه على فكره في الاول في الحلقه الاولانيه، دلوقتي مع الساده المشاهدين يهمني الكميات اللي بتاخدها مش النوعيه. دلوقتي بعد فتره هنتكلم عن النوعيه، ولكن دلوقتي انا بقول لك ايه، انت معزوم على حاجه بره خد بس لازم تاخد بيستا. اوكي. لانك لما تاخد بيستا قللت من امتصاص الدهون المشبعه اللي انت بتاخدها عن طريق الوجبات السريعه. طب ده حل على فكره سهل جدا، او زي ما بيتقال كده حلو جدا للناس اللي هي عايزه تخس وفي نفس الوقت مش قادره تحرم نفسها من اكلات معينه. عشان كده احنا دايما حتى السلوجان بتاعنا بنقول ايه؟ ان احنا بنقلل الكميه مش بنحرمك. تقليل وليس حرمان. تقليل وليس حرمان. لان الحرمان هيؤدي نتيجه عكسيه. لو قلت لك ما تاكلش هتروح انت ما هتتجنن عشان تاكل، انما لما بديك كميات قليله انت خلاص على فكره انت يعني شهيتك كسرتها لك بالبيستا اللي بتاخدها. كويس. طيب فاضل تقريبا دقيقتين او ثلاثه، بحب دايما برضو ان انا اروح لفكره هنا المكمل الغذائي مع الدايت.
تمام. اي دايت في الدنيا لازم يبقى في مكمل غذائي بيسنده، لان بطبيعه الحال انت بتفقد يعني فيتامينز كتيره جدا، كميه الاكل بتقل او النوعيه بتتغير. ف ايه اللي ممكن ناخده مع بيستا لو هنتكلم عن الب مالتي فيت ازاي ممكن يساعد مثلا؟ على فكره انا اخصائي تغذيه علاجيه، ولكن متحيز جدا لشركه بايوناتشر لسبب، لان هي لما بتعمل حاجه بتفكر الاول في مصلحه عيان وليس في مصلحه الشركه. لما جت نزلت بيستا هي بتحل مشكله، وانما كملت حل المشكله بان هي نزلت لك مجموعه من الفيتامينات والمعادن عن طريق مستحضر الالب مالتي فيت، بيعمل ثلاث حاجات، حاجه وقائيه وحاجه علاجيه وليه دور في عمليات التخسيس. يعني تخيل انت يعني وجود مثلا الب مالتي فيت ده عباره عن مجموعه من الفيتامينات والمعادن، تمام؟ يعني وجود الناس اللي عندها نقص في مستحضر الزنك دي بيبقى معدلات الحرق عندها قليله بالاضافه لادوار البرد. يبقى هنا الب مالتي فيت حلت لي هذه المشكله، ان انا اديت لي الزنك بالتركيز اللي هو 23.9 اللي هو الجسم محتاجه. طيب لما نيجي نتكلم على مجموعه فيتامين بي، ويجي طبعا فيتامين بي 12 اللي هو مريض السكر بياخده، تمام؟ فبالتالي النهارده هو موجود بالتركيز اللي المفروض انك تاخده، ده رقم واحد. رقم اتنين، هي مشكله الفيتامينات والمعادن ايه؟ هل هو مرض بيظهر مره واحده ولا تراكمي؟ لا تراكمي. تراكمي، يبقى هنا بيستا من اول ما تقدر تبلع القرص 10 12 سنه خد بيستا، خد الالب مالتي فيت. ليه؟ لان هو هيمدك بالفيتامينات والمعادن اللي انت محتاجها، فبالتالي مش هتعاني من هشاشه العظام لما تكبر، مش هتعاني مثلا من فقر الدم لما تظهر لنا الفوليك اسيد، يعني هو بيحميك من مخاطر نقص الفيتامينات والمعادن على المدى البعيد. رائع جدا. والله الوقت بيجري يا دكتور علاء للاسف الشديد. انا بس عايز اضيف نقطتين بسرعه بس في الاخر، بس هستاذنك بسرعه جدا فضل. بسرعه، اول حاجه ان احنا ادينا مجموعه الفيتامينات والمعادن، فشركه بنشر قالت لك لا، ان انت لو خدت الكورس الكامل بتاع بيستا والالب مالتي فيت كمان هديك علبه فري من فيتامين دي، عشان انا اكمل لك كورس الفيتامينات والمعادن. اوكي، فيتامين دي ده خارج الب مالتي فيت. انت لما بتاخد الكورس بتاع الالب مالتي فيت مع بيستا، انا بديك علبه فيتامين دي. دي حاجه بس كنت عايز اقولها بسرعه. رائع جدا. لا ده في عروض اهي حلوه كمان. طبعاً. شكرا جدا ليك، نورتنا يا دكتور علاء بجد، وانا شخصيا استفدت من حضرتك. شكرا فندم. شكرا. اشكركم على متابعتنا في 10 الصبح في الاهلي، واكيد الفقره الطبيه هنشوفكم بكره انا وكريم باذن الله، وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.